صاحبها مش يمشي معها، يمشي معها لشهوة في نفسه. هذا مكان هو يحبها، هو مفتون بجمالها، فإذا قضى مآربه فيها لا يقضي الشهوة يرميها ويروح يجيب واحدة أخرى. ولهذا البنات اللي راهم يخرجوا الآن اسمعوا وصلوا هذا الكلام بالمتحجبة بالعريانة، الشباب الآن ذئاب بشرية تفترسكم بعدين ترميكم. وصاحبنا يجيب بنت وبنت وبنت، نهار يجي يتزوج كي يجي يتزوج واش يجي يفتنا؟ يقول ما راني نحوس على بنت الفاميليا. الله يبارك ما شاء الله، هذوك عشرة قاع جوزهم قضيت بهم حياة الشباب شباب، راني نحوس على بنت الاصل. بنت الاصل اللي راح تديها هي وحدة مني كنت تمشي معاهم انت، واش فاهمك مليح سبحان الله. والبنت هذيك 18 براءة، 20 سنة براءة، 22 سنة براءة، يسول لها أمور ويخلعها، خاصة إذا كان عنده سيارة يخلعها مسكينة. وبعدين يدنا ليها وإلى أشرف ما فيها بعد يرميها. الطفلة هذيك يخطبوها خمسة من الناس تقول لا لا لا، علاش بالصح؟ خاطش فيها شيء يمنعها من الزواج. دور دور اتصل على الإمام تقول له شيخ أنا عندي مشكلة كبيرة. شي هي؟ أنا كنت نمشي مع فلان واعتدى على شرفي، والآن ما نقدرش نصرح الوالدية بذلك. المجتمع هذا الصور اللي نحياكم، المجتمع راه يطبخ بيها، راه يطبخ بيها. وبناتنا عايشين، وبناتنا الآن كان يتفكر في الانتحار، وكان يتفكر في الحراقة، وكان يتفكر باش تدير أي حاجة، وكان يقول ربما نلقى رجل صالح يسترني. التغريب واش دار في الأمة؟ بناتنا وعباك الراجل ديما راسو هاك، بنته هي اللي تحط له راسو في الأرض. وانتي ما تعيشيش كيما راهم عايشين الأقران تاعك، تعيشي بكابوس نفسي لداخل. هاي الثمرة، ذراري خرجوا من المسجد قطعوا المحافظ وقطعوا الدفاتر، كسروا الطوابق، ندبوا للبيبان وجاوا خارجين. التربية والتعليم اللي خلي ربي، اسمع اللي خلي ربي، ربي يخليه لنفسه، واللي يشد في ربي ربي لا يكله إلى نفسه.